كل الكلام حروف، في لغة الناس بتفهمها وبتحس بيها بدون ولا كلمة، وهي لغة الموسيقى. الموسيقى اللي بتسمعها في التتر أي عمل فني أو في خلفية المشاهد في مسلسل أو في فيلم، وده بالظبط اللي حصل في مسلسل حالة خاصة اللي هو اسم على مسمى. هو فعلا حالة خاصة، وخصوصا في الموسيقى التصويرية بتاعته، بداية من تتر البداية مرورا بخلفية المشاهد لحد ما نوصل لتتر النهاية. وطبعا مش مفاجأة أبدا أن يكون صانع الموسيقى التصويرية دي مبدع وموسيقار كبير، ياما امتعنا بمسيرته الفنية وفنه الكبير جدا، يمكن اكتر من 1500 عمل فني اللي احنا في حضرته دلوقتي، وهو الموسيقار الكبير هاني جنودة اللي منورنا على اكسترا نيوز. برحب بحضرتك معنا. اهلا وسهلا. اهلا بك يا استاذ هاني، طبعا شرف لينا ان حضرتك موجود معنا في هذا الصباح وقناة اكسترا نيوز. وعايز ابدأ كده من مسلسل حالة خاصة اللي هو يعتبر حالة خاصة بالنسبة لناس كتير جدا، بيتكلم عن موضوع مهم، فكرة جديدة، مناقشة مرض التوحد، يعني يعتبر حالة إنسانية نوعا ما. إيه اللي شجع حضرتك إنك تعمل الموسيقى التصويرية بتاعته؟ حاجتين الحقيقة. الحاجة الأولى زي ما حضرتك قلتي إن ده مسلسل إنساني، وناس كتير كانت بيبقى عندها الحالة دي في ولادها أو حاجة، تتكسف منهم وتخبيهم وتقول لا ما عندهمش وبتاع. المسلسل ده يمكن ناس كتير بقى هنوني وقالوا لي احنا فعلا كنا بنتكسف، لكن دلوقتي طب ما هو لا اذكى من كل المحامين اللي معاه وبتاع. حاجة تانية ان المنتج في منتهى الذكاء خد حق انه يعمل 5 اغاني او 6 من اغاني فرقة المصريين. أيوة. اللي اتعملت 77. هي تعتبر اول فرقة موسيقية مصرية، عملها هاني شنودة في آخر السبعينات 1977، وكان معاه تحسين يلمز وهاني الأزهري وممدوح قاسم، وكان معاهم واحد بيغني اسمه عمر جوهر، بس بعد ما ساب الفرقة سمى نفسه عمر فتحي مش عارف ليه، وكان معاهم بنت بتغني صوتها حلو قوي اسمها أمان يونس. طبعا الفرقة دي عزيز عليا قوي لأنها فرقتي، فطبعا لازم خد الأغاني دي. طبعا هنبدا بقى من الاغاني، انا عايزه اكلم مع حضرتك عن الاغاني. في اكتر من اغنيه استعان بيها العمل في توزيع جديد منها كمان، زي مثلا اغنيه تتر النهايه. في حاجات كده وفي حاجات اتلعت زي ما كانت وزي ما اتعملت. والعجيبه ان احنا سجلنا الحاجه دي 77 لغايه النهارده الكواليتي ما قلتش. يعني لو هنتكلم مثلا عن اغنيه لما كان البحر ازرق في تتر النهاية، أو الشوارع حواديد اللي هي أصلا من فيلم الحريف، تم الاستعانة بالاتنين دول في المسلسل، وكمان كانوا بيحكوا عن حالة البطل أو حالة الشخصيات وعن فلسفة ما جوه المسلسل. لما كان البحر أزرق والنجوم لسه في مكانها وطيور بتحلم فوق الشجر ما هو ده حطني في موقف حرج. يعني كنت بين 3 أضلاع. أيوة. الضلع الأول إني حالة زي ما حضرتك قلت كده، حالة التوحد دي. الضلع الثاني إن ده ممكن يحصل في أي عيلة. أيوة. فاثنين الناس اللي كانوا بيضحكوا عليه وكذا وكذا انهزموا قدامه، لأن البراءة طول عمرها تهتم الشر والصدق. فعلا الحمد لله. زي ما حضرتك دايما بتقول برضو أستاذ هاني، الصدق دايما هو اللي بيوصل للناس، وده طبعا يعني كل أعمال حضرتك الفنية الصادقة عشان كده بتوصل للناس بشكل سلس وببساطة شديدة جدا، وكمان بتبقى جوه الأفلام والأعمال الدرامية والفنية المختلفة بتعبر وبتضيف. من هنا عايز أسأل حضرتك عن إضافة الموسيقى التصويرية، الموسيقى التصويرية بتضيف إيه للعمل الفني؟ يا بيني وبينك احنا عندنا حاجة انا مش موافق عليها اوي، لكن زي بعض خطأ المشهور خير من ثواب المهجور. الموسيقى التصويرية دي كان ايام الاذاعة، لان وانت قاعدة كده قدام الاذاعة بتسمعي مسلسل بتتخيلي، احنا بنحط لك مزيكا عشان تتخيلي الموقف والحكاية والرواية وصوت البحر وصوت. لكن احنا في الدراما التلفزيونية أو الأفلام أوريدي الفيلم اتصور، موسيقى تصويرية بتصور إيه الموسيقى؟
ما بتصورش حاجه، ده بتحط الحاله الشخصيه. اسمها ايه بقى باللغه الاجنبيه؟ عشان دايما احنا عندنا الريفرنس اجنبي. اسمها سكور ميوزك، موسيقى عدديه. هقول لحضرتك ليه. ابتدت السينما الامريكيه تعمل افلام ويجيب واحد كان صوت المكنه عالي او ما كانش فيه اوضتين. صوت المكنه مع الجمهور. فكان المكنه صوتها عالي او دوشه، فابتدوا يجيب واحد يلعب بيانو حسب الموقف علشان ايه؟ يبقى يغطي على صوت ال وبعدين لما عملوا الحيطه دي ابتدوا يجيبوا ايه؟ حيطه العازله. ابتدوا يجيبوا بقى موسيقيين، بيانيستو مع ساكس مع كمانجا بتاع. ابتدوا بقى ايه؟ اماكن السينما، دور السينما بالتحديد تتنافس في مين اللي هيجيب آلات اكثر من الثاني. ابتدت بقى شركات الافلام الكبيره تنتبه للموضوع ده، وابتدوا يندوا السكور ميوزك اللي هي موسيقى عدديه. ليه؟ هقول لك. عدديه للمايسترو علشان يقودهم وقت ما الفيلم شغال. ايوه. فيبقى في عندي تا 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 تام، بعدين واحد اثنين ثلاثه، عشان تيمة حب. فده اسمه سكور. سكور ليه؟ لان في زمن بنحسبه مع انه هو مش موجود، فاحنا بنتكلم في عدد موازير ما بنتكلمش في. المهم من هنا استاذ هاني هستاذن حضرتك في حاجه. فكره ان الموسيقى بتعبر عن زي ما حضرتك قلت مثلا حاله توتر او حاله حب، فهي اكيد بتضيف، هي اكيد بتضيف للحاله، بتضيف للمشاهد ان هو يفهم اكتر المشهد ده عايز يقول ايه، الشخصيه اللي بتمثل قدامي مشاعرها ايه بالظبط. لا انا عندي حضرتك فكره اعمق كمان. اتفضل. بيبقى في ميديوم امريكاني او ميديوم كلوز على الممثل او كلوز اب على الممثل. انت ما تعرفيش ايه اللي في نفسيته. ففي مثلا حاجات البطله بتحضن البطل. بس بترمش بعينيها كده كانها بتقول لنا انا بكذب عليك. ايوه. المزيكا بقى بتساعد في المواضيع دي كلها. المزيكا بتساعد في، يعني انا امسك الورقه والقلم بتوعي واحط نفسي في نفس الموقف بتاع البطل. عادل امام بيجري وبيجري وراه ضبط. ايوه. كاننا جوه روحه. تي تا 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 تي تا تا تي تا. ده الظابط، ده البطل، ده الظابط، ده البطل، ده والقطع المتوازي ده بتوع السينما هم عارفينه طبعا. عارفين اكثر مننا، احنا مش بتوع مونتاج. المونتاج بيعمل اعاده احياء للموسيقى كمان. عشان كده انا المونتاج ده يا صاحبي وحبيبي يسيب الفيلم من اساسه ويكون فنان وفاهم. لو هنتكلم عن اكتر الاغاني اللي موجوده جوه مسلسل حاله خاصه وليها كده واقع خاص عند حضرتك في روح حضرتك. انا هختار اللي الناس اختارته، الناس كلها اختارت لما كان بحياتها. بالظبط. لان لما كان بحياتها دي من ضمن الاغاني اللي وقفت مع المرأة وتحررها الفكري، مش تحررها في اللبس ولا كل الكلام ده، مش يهمنا حاجة واحدة. تاهت ملامحي بين ملامحك حتى افكاري وخيالي. كنت نور وكنت ظلك، واكتشفت من تجاربك اليوم علمتهاني ان لازم اكون انا عشان احبك انت. تاهت ملامحي بين ملامحك حتى افكاري وخيالي، حتى احلامي وارادتي، كنت نور وكنت ظلك، واكتشفت من تجربك اللي يوم علمتهالي ان لازم اكون انا عشان احبك انت والمس بنفسي. ودي بتعبر
عن فكرة العمل وبعض المشاعر اللي جوه شخصيات العمل. هاخد حضرتك برضو لردود أفعال بقى الناس على مسلسل حالة خاصة، شفتها ازاي؟ هتتعلي لو قلت لك انا ما بشوفهاش، بس بيوصلني من اختي ومن اخويا ومن قرايبي كلهم بيقولوا لي انت مكسر الدنيا على التيك توك وبتاع. انا الحقيقه وقتي قليل قوي. ربنا يديك الصحة أستاذ هاني وتمتعنا دايما بفنك الجميل. طيب مسيرة فنية كبيرة جدا أستاذ الكبير هاني شنودة، أكتر من 1500 عمل فني. لو هنتكلم عن البدايات فرقة المصريين، أكيد في كده كم محطة في فرقة المصريين مختلفين بالنسبة لحضرتك، يعني نقلة نوعا ما سواء بالنسبة للموسيقار هاني شنودة أو بالنسبة حتى للفرقة. يعني هو في حاجة أن أنا عملت منير قبل الفرقة، اه ما حدش واخد باله من الحكايه دي. واول حاجه عملناها امانه يا بحر. امانه يا بحر تستلم الامانه احبابنا يا بحر، بعيونك امانه امانه يا موج. واشتريت نزل باسم امانه يا بحر بس ما اتباعش. لما نزل بحبك لا بتاع فرس المصريين اتباع جامد جدا. الشركه قالوا لي حان الوقت ان احنا نعمل الثاني المنير. اه فعملنا بنتولد. بنتولد ده نجح جدا جدا جدا. ايوه راح هم مفنطين الشريط الاولاني اللي هو امانه بحر وسموه علموني عينيك يا ساتر وحطوه اول اغنيه. ايوه عشان كده في خلط كتير مع الشباب ان هم فاكرين علموني الشريط الثاني. ايوه ده هو الاولاني جرى تفنيته وحطني في الاول. ازاي حضرتك مزجت بين الدف النوبي وبين الآلات الغربية الأورجل درامز الجيتار مع الكينج محمد منير؟ معلش بعد إذن حضرتك، دف النوبي على إنه أصلاً بس أنا هصلح حتى الآلات العالمية مش الغربية. ما هقول لحضرتك ليه بقى. تفضل. كان في عود، والعود ده إحنا وديناه الأندلس لما فتحنا الأندلس. فهم نطقوا إيه؟ عود. تطور لأوتارة جيتارة جيتار، يبقى بضاعتنا ردت إلينا. كل العالم ساهم في الآلات الموسيقية. لكن كل الآلات الموسيقية ما عدا الكهربائية والإلكترونية مرسومة على المعابد الفرعونية. العود ذو الرخبة الطويلة والعود ذو الرخبة القصيرة والهارب اللي هو الجنك والكنارة والمصفقات وكل الآلات. ليه؟ لأن الآلات تنقسم إلى أقصر عود هوائي. لقينا ترومبت في المتحف بتاع ميدان التحرير. وكان في ناي وجابوا حد من المسائل لعب على الناي ده. ده توفى بعد ما جرب الناي ده. أصدق إن لعنة الفراعنة دي موجودة. عشان كده ربنا كان خفيف عليهم. طيب استاذ هاني، الكينج محمد منير حضرتك ليه ليك بصمه كبيره جدا في حياته المهنيه، شفت في ايه اكتر حاجه شايفها ميزه فنيه في الكينج محمد منير؟ حاجتين. ان ما كانش فيه قبل كده واحد مطرب نوبي. يعني عمل حاجه، كان فيه محمد حمام اللي عمل بيت تويس، ودي كانت اغنيه بس لان هو مهندس فاشتغل في الهندسه، والاغنيه دي وعدت كده كانت كويسه في وقتها عشان النكسه والحاجه دي. لكن في بقى الحاجه الثانيه اللي هو انا من اول ما شفته حبيته. وهو ظاهر برضه حبيني، فلزقنا لبعض، كان يعني يجيني كل يوم. وعبد الرحيم منصور هو اللي عرفني بيه. وعبد الرحيم منصور ده راجل عظيم وما خدش حقه في الدنيا، لكن اهو هنعمل ايه، يمكن بياخدها في الاخر دلوقتي. طيب حضرتك ليك بصمات تانية برضو وفي عدد كبير من النجوم، وفي نجوم كبار دلوقتي حضرتك اخدتهم من ايديهم كده وحطيتهم على اول الطريق، منهم الفنان الكبير عمرو دياب. ايه اكتر حاجه مميزه في عمرو دياب من وجهه نظرك شفتها فيه من اول كده ما شفته او سمعته؟ هو ابن ناس. اكتر حاجه مميزه فيه ابن ناس، فتكلميه بالمنطق يرد عليك بالمنطق، ما يردش بالردود المعروفه والكذا. ده موضوع مهم قوي قوي.
بعدين في حاجة انت مش هتصوري، احنا عندنا هنا الاستوديو وانا ساكن جنب الاستوديو، ففترة التدريب كانت كبيرة لانه كان بينطق بورسعيد. مع الزمن بنبتدي دايما حكاية في يومها تخلص، ننسى الملامح والوجوه والعناوين. يمكن حضرتك شفت فيه نجم من اولها، هو فيه نجوميه لان هو كان هو بنت بيتكلميه وبيفكر واي واحد يستعمل مخه يوصل لاعلى الدرجات. واي فعلا ده حقيقي. على فكره احنا عاملين اغنيه لوحي اسماعيل، طبعا كل الناس عارفه ان هو مطرب، ان هو ممثل الادوار الصعبه السايكو والحاجات دي. بتقول مين اللي قال لك تقلعه؟ كلمة المخ. حطه مطرح ما هتسمع الأغنية دي هتعجبكم إن شاء الله. يعني فعلا حضرتك دايما بتتكلم عن الفكر وإن العقل هو اللي بيقود الإنسان في كل تحركاته. طيب حضرتك عملت موسيقى مختلفة مميزة ومختلفة جدا الحقيقة عن بعض، يعني نتكلم عن مثلا نجاة الصغيرة بحلم معاك، وهنروح لزحمة يا دنيا زحمة. إزاي عملت المزيج ده من دل ده؟ حضرتك كنت داخل او اي بني ادم يخش بيته يسمع النكته يضحك يقول له كلمه يتغم، الحاجتين دول ساعات ده بتغلب على ده وساعات ده بيغلب على ده. يعني زحمه انا شفت فيها ثلاث كوبليهات، كل كوبليه بيتكلم عن حاجه في منتهى العمق. فنديها لمين بقى؟ نديها لواحد يفطسها، ولا نديها لواحد ينجحها وينورها؟ أول كوبليه زحمة وأنا رايح له وأنا في وسط الزحام عايز القهوة، أقول له ما بيوصلش الكلام. إذا الزحمة عاملة تلوث صوتي، صوتي ما بيتسمعش ساعة إلا ثلث وعادي معاها تمانية. لما السكة دي رحت وأنا لاقي سكة ثانية. طيب الفنان هاني شنودة روحه دايما باينة في الموسيقى اللي بيقدمها، فيها نوع من الطفولة بين في الآلات وعزف الآلات، وفيها كده روحانية كبيرة جدا. لو هنتكلم عن أقرب الأغاني أو الألحان بمعنى أصح، الأقرب لروح هاني شنودة إيه؟ صلوا على خير الأنام، صلوا على طه الرسول، صلوا على عيسى السلام هو واقف بمام البتول، حب وسامع. هتنزل قريب أو إن شاء الله. طب وفي بقى فرقة المصريين والأعمال الكتير حضرتك عملتها قبل كده؟ انت اقرب حاجه ليا اللي انا بشتغل فيها. لا اقرب لروحك او محطات مهمه في حياتك. محطات هقول الحقيقه ان في حاجه مهمه جدا 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 اللي هي ايه؟ كل حالات فرقه المصريين اتكلمت على المواضيع الاجتماعيه. ما سبناش موضوع اجتماعي ما دخلناش فيه. من اول البنت اللي واقفه مستنيها يجي ياخدها بالعربيه، والناس والشباب التانيين بيعكسوها. لغاية حرية حرية. فأنا ما أقدرش أقول على أغنية واحدة فرقة المصريين، أنا أقول فرقة المصريين ككل هي اغنيه المفضله على بعضها. على بعضها كتجربه، على بعضها تجربه على بعضها. وما اظنش في حد لا اشتغلت الاغنيه الانسانيه قبلنا ولا للاسف بعدنا. كان المفروض ان الناس تبني على هذه الطوبه او هذا الاساس، تبني عليه ادوار وادوار. انا بشوف فرق وبحضر لهم واشوف ان كلهم بالعكس عايزين يفلتوا من الاوربت او الجاذبيه بتاعت المزار بتاع فرقة المصريين. طيب لو تسمح لي نرجع كده شوية لورا لنجاة الصغيرة، الفنانة الكبيرة فايزة أحمد وغيرهم من الفنانين الكبار. مين من الفنانين ما تنسلوش مواقف معينة، ما تنسلوش تجربة معينة، لحن معين، عمرك ما تنسى الذكريات دي معي؟ احنا كنا عاملين أنا بعشق البحر وعبد الرحيم منصور، هي كلفت بيها. وعبد الرحيم منصور كان كاتب أنا بعشق البحر وبعشق السماء وبعشق الطريق.
بس فهي سمعت وقالت انا مالهاش قفله. فعبد الرحيم خد كشكول وقعد على جنب كده وكتب انا بعشق البحر وبعشق السماء وبعشق الطريق لانهم حياه وانت يا حبيبي انت كل حياه. انا بعشق البحر زيك يا حبيبي حنون وساعات زيك مجنون ومهاجر ومسافر وساعات زيك حيران وساعات زيك زعلان وساعات مليان بالصبر. انا بعشق البحر. حطيتها بقى عدان وقالت لي تتسجل امبارح مش النهارده. كانت متحمسه جدا جدا لان طبعا الاضافه اللي هي اضافتها لان مش بخطها وانا بافكار هذا افكار عبد الرحيم لكنها كانت اضافه السلشل وعمقت معنى الاغنيه تماما. طيب استاذ هاني دلوقتي في انواع من الموسيقى ظهر كتير يعني مؤخرا منه طبعا كلمات واغاني مختلفه لغه موسيقيه مختلفه بتشوف ده ازاي؟ زي مثلا الراب لو هنتكلم عن الراب او اي من اللغات الموسيقيه الاخرى يعني. احنا نبتدي بقى من المهرجانات اللي انت مكسوفه تقولي. المهرجانات ما عنديش اي حاجه للضغط على الاطلاق مع هذا الكلام. ليه؟ انا ما اسمعش باغنيه تخش بيتنا هاتي بو ثابت وما خافها كان اعظم ما اقدرش اقوله. يعني اللي هيقول لي يعني ايوه ويعني مشكوك وان اديني بوسه ده انا زي اخوكي ناوليني ناولي ناولي يا بنت الجيران. لا مش ده الموضوع. يعني موضوع ما نقدرش نقوله. تمام. لكن الموسيقى نفسها ما فيهاش عيب. ايقاعات حلوه بترقص الناس والناس الصوت المسلسع ده بيجيبوه من حاجه اسمها اوتو تيون. والاوتو تيون ده حضرتك عارفه ان هو لما مطرب مثلا كان في رحله كان عنده مرض وبتاع وفي تصوير ولازم يصور ومش عارف ايه لو نوتة خاصة بنشغل الاوتو تيون ده لو نوتة زي ده بنشغله فبيديه يظبط الصوت يعني بيخليه اكتر متقن اكتر يعني ده بعده. لكن لو زودتيه قوي بيعمل بقى صوت الرفاع ده اللي وماله يسمعوا اللي يسمعوه. احنا ما كناش نستنى نعمل حاجه زي دي. احنا مشهد سنوري دي صرحناه على ثلاث مرات. ويقولوا على وردي شفافي وردي من بلدي لا ما يسالش مع ان فراوله دي فاكهه ويقولوا على الشعر السايح مش عارف ليه ناعم لا سايح لا الشعر ما بقاش سايح ليه ما بقاش سايح ما انت شعرك سايح اهو يعني هكذب اشوف واحده شعرها سايح اقول دي كيرلي. لكن كان في تدقيق كان في تدقيق وكان كويس ما كناش نعرف كنا متضايقين منه قوي من الرقابه جدا. عرفنا بقى امتى لما اتفلت الرقابه. الراب الراب عشان انتشر قوي وفي شباب كبير كتير يعني جمهور كبير للراب الحقيقه يعني دلوقتي. الراب معاه حاجه معاه حاجه ثانيه اللي هي ايه؟ ابلتون والحاجات دي. الموسيقيين هيبقوا عارفين في دلوقتي بيجي اصوات بره الطبيعه يعني لا عود ولا كمانجه ولا بتاع من بره الطبيعه. تتحط دي ودي جنب دي السماعه دي حطها حط لنا دي فما فيش منطق. يعني مش واحد بيقعد يفكر لا هي اثنين الراب في امريكا لما تفتح القاموس ار اي بي اي راب بيقول لك اي ووز وذ ماي سوبيريور اند هي راب مي اوف اداني شويه فهو معمول لان الشعب يدي الحكومه شويه كل يوم اصحى على الدوشه تشوفوا لكم حل يا حكومه بتاع ده بره هنا بقى راب حب وتراب ومش عارف ايه وليه تيمة معينة موسيقية ثابتة تعتبر يعني شبه ثابتة يعني تقريبا. بس منها يا استاذ هاني برضه بيبقى فيه افكار يعني بيبقى فيه شوية كده نوع من انواع الشباب عايز ايه افكاره ايه الزمن الحالي بيتكلم في ايه فالراب بيعبر عن ده. ده مظبوط والراب الحقيقة بيستعملوا الفاظ
أجمل من المهرجانات، فيها عمق شوية. طيب أستاذ هاني بقى عايزين نعرف من حضرتك أغانيك اللي جاية تكون إيه، خطواتك كده اللي جاية الفترة اللي جاية هتكون عاملة إزاي، وحفلاتك طبعا. أنا والله لا أعرف أقول ليه. الحاجة اللي بتيجي من عند ربنا بتيجي من فوق، محدش بيقول لي يعني ما بعرفش حاجة بتكون تقول. خلاص نفس حضرتك تعمل، يعني حضرتك نفسك تحقق ايه الفترة الجاية؟ ايه اللي اللحن المختلف مثلا في دماغك؟ انا عارفة ان حضرتك اكيد كده فجأة بيجيلك زي هاجس كده اللي هو انا عايز اعمل اللحن ده، عايز اعمل اللعب ده على الأورج ده، على الجيتار، على الدرامز، ده بيحصل الفترة دي؟ طبعا. انا اول حاجة انا عايز اوصف لك انا عملت ايه في الموسيقى التصويرية بتاعها حالة خاصة. لان انا لما اتفرجت على الفيلم جبت مطربه سوبرانو اللي هو الناس ما بتحبوش هنا، ايوه مسرسع وفريع وحطيتها كانها انا من الات الاوركسترا، فادت تاتش هيومن او بشري للعمل كله، وده يمكن احد الحاجات اللي عجبت الناس. هي المطربه دي عملت لها اغنيه لسه مخلصينها امبارح. يبقى هو في جديد اهو. ما هو امبارح مش جديد، امبارح ده ماضي. ماشي تمام. استاذ هاني شنوده الموسيقار الكبير المبدع، يعني الحقيقه انا اتشرفت جدا باللقاء مع حضرتك النهارده، وحضرتك استضفتنا في الاستوديو الخاص بتاعك. شكرا ليك على وجودك معانا في اكسترا نيوز. شكرا لحضرتك. سفينة وطمينة ترسينا.